السلام عليكم، أهلا بكم متابعين بيز تيك توكس. صافي لونتون، غبنا عليكم مدة طويلة. هادي ما كاين لا جديد لا والو. نظرا لواحد العدد ديال الأشياء اللي كانت في بيز تيك موروكو، لا كوميونيتي اللي كتخدم وكتسرع على هاد المشاريع، اللي بغيت نقول لكم هو حنا رجعنا عاود تاني في بيز تيك توكس. إن شاء الله غادي تلقاو حلقات أسبوعية شهرية. اون باراليل في فيزيتك موروكو راه عندنا مشاريع اخرى. غتلقاو مثلا الميتابس، غتلقاو مثلا خدمنا عليهم في هذا البيريود اللي كنا غائبين على فيزيتك توكس. الوغ الا بيتو الجديد دخلوا اليوتيوب وغتلقاو ان شاء الله كل شيء. الوغ في هذه الحلقه غتكون حلقه استثنائيه مختلفه على الحلقات اللي فاتوا، لاننا غادي نهضروا فيها على واحد اليوز كيس، على واحد المشروع مغربي ساس اب اللي تكتت في المغرب، قطاع مغربي، ومن بعد تبعت وتاكوايرات عند واحد الشخص في الولايات المتحده الامريكيه. معنا اليوم ايوب مستعيد، سي ايوب اللي هو مهندس مغربي واللي من وجوه البارزه في المجتمع التقني المغربي، اي انتربرونور مقاول تقني، تخدم على عدد من المشاريع من بينهم هذا المشروع فازدوك اللي غيكون يوز كيس ديال هذه الحلقه. وغنحاولوا نتعرفوا من خلال هذا المشروع، نحاولوا نتعرفوا على المراحل ديال، نحاولوا نبداو نتعرفوا شويه على ستارت ابس بعجاله، ومن بعد نحاولوا نعرفوا المراحل اللي كيدوز منهم شي مشروع اللي غادي اكوارا ولا غادي يتباع الشخص ولا اونتيتي واحده اخرى. مرحبا بك سي ايوب، وشكرا بزاف الحضور ديالك معنا في هذا الانترفيو اللي غنحاولوا نتعرفوا فيه اكثر على هذاك الشيء، الصفقه اللي تمات واللي تبعت فيها فاستوك. شكرا خويا سفيان. هي سي بوكو بلوس اورينتي البروسيس والاكسبيريونس كامله على زعما ما نسميوها صفقه، حيت زعما ماشي شي حاجه كبيره بزاف، مي سكي امبورت بلوس هو داك البروسيس ولا داك البارتي اللي مشينا من ا حتى لزاد باش بتاتر تكون انسايت في دوطخ جون. وي ربما قلتي ما كبيرهش بزاف، مي حنا في هذه الحلقه كنهضروا على مايكروسوفت. ديكو بالنسبه لمايكروسوفت كنعتقد انه صفقه لا باس بها كيقولوا ربما. ديكو خليو هذه الارقام، غنقول غنبارطاجيو شحال تبعت ان شاء الله فاستوك، غنبارطاجيو معلومات اكثر ونخليو المستمعين يحكموا. الوغ نبداو اول حاجه اذا كان ممكن تعطينا فاستوك واللي هي شركه سها وخدم عليها ايوب مساعدة الفريق ديالو، واش ممكن انك تقول لنا اشنو هي فازدوك وكي جات الفكره بعدا باش تبدا بها تخدم عليها؟ فازدوك هو واحد الساس ماشي ميكرو ساس، هو واحد ساس ساس ديال اوكي وي هو ساس ديال لا جينيراسيون دو دوكيمون. خدمنا عليه في نقولوا لا فان ديال 2020 في لا بيريود كوفيد. هو كان جا في كومب سويتش ديال واحد لونسومب ديال ليكسبيريونس اللي قبل، ولا واحد ليكسبيريونس اللي كانت بلو بيرسينونس، هي واحد الساس اللي كان قبل منه اللي ما قدرناش نمشيو به للمارشي، ومنه خرجت ليدي ديال فاستوك. دونك هو اللي كيب فيها دو بيرسون خدمت عليها انا والاخ ديالي اللي هو بارتنر ديالي. دونك خدمنا عليه واحد ان بون بيريود دو طون، درنا فيه دي زيرور، مشينا للمارشي، مشينا برودكت هاند، لقينا كو عاودنا ان سيغتان مومون الموديل ديالو كامل، عاودنا لا مانيير كيفاش كنجينيرو فيه لي دوكيمون. ابري عاودنا درنا ان نوفو لونسمون ديال نيو ريليز، و ديرنييغمون لي موا الاخرين مابقاش مسيبورتي كوم الفو، مابقاش كيتزادوا فيه الفيوتشر اللي خص يتزادوا فيه، مابقاش معطي داك لامبورطونس اللي كانت عنده في الاول. و صا زعما برينسيبالمون سي بار كوز كو لقينا دي بروبليم، كو برينسيبالمون كو خصنا نبيفوتي بواحد المانيير كبيره الايديا بارابور الفيدباك اللي كاينين. لقينا باغ اكزومبل كخدينا بزاف ديال الوقت في الام في بي، داكشي علاش مثلا كل بروداكت كتعلم فيه شي حاجه اللي كتكسبلواتيها في البروداكت اللي تابعو. دونك كنا خدينا بزاف ديال الوقت في الام في بي ديالو، شوز كي نيتي با بون.
مي بون ان سيغتان مومون كتوصل لواحد واحد واحد الطريق تقول سوا سوا تي فا تي فا سكيلي سوا تي فا تي فا كيتي حيت نورمالمون انا بوغ ما في لي بروجي كاملين اللي كنخدم باش كنوصل ان سيغتان مومون زعما ما عمر كنشد البروجي وكن كيلي سوا كنشدو كنبيعو في ان بلاتفورم ولا كيلكو باغ سوا كتكمل فيه سوا كتخليه مطلوق وصافي كي يكون كيعاون دي جون ولا شي حاجه هكا دونك الايديا اون جلوباليتي هي هادي فوصلنا ان سيغتان مومون فاش لقينا كو اي فو بوجي فو الي ايور صافي اون ديسيدي دو فوندر ونمشيو لشي حاجه اخرى. الوغ لا ديسيزيون ديال انكم تبيعوا جات قبل لا يكون تا اوفر لا يكون تا واحد انتيغي نتوما قلتوا فوالا صافي لو بروجي خدمنا عليه وصلنا واحد النيفو بغينا نبيعوه ياك وي حيت نورمالمون ان سيغتان مومون كان خصنا باغ اكزومبل نعطيك اكزومبل حنا كنا كنديروا البروسيس ديال لي كيستيون كيعطيك واحد لونسومبل ديال لي كيستيون ان سيغتان مومون كيجينيري لك الدوكيمون غابيدمون دونك مشينا بيه بزاف ديال لي زيفنت مشينا دي ستارت اب بروغرام مشينا هضرنا مع دي جون في الاوف لاين دي جون في الاونلاين لونسينا في دي ديل في اللايف تايم ديلز مع دي ديلرز في اليو كي في الاون اند دونك في ان سيرتان مومون بارابور الفيدباك اللي جانا حاولنا امبليمونتي لو ماكسيموم ديال لي فيوتشرز من الباكلوغ اللي جمعنا وفي ان سيرتان مومون لقينا كاينين دي فيوتشرز اللي سي ميو ديرهم في برودكت جديد على انك تامبليمونتيهم في فاست اوف وهذوك فيوتشرز كانوا هما لي بلو بيرتينون اللي بزاف عليهم لا دوموند بحال باغ اكزومبل ان اي واحد كتهضر معاه مثلا لا جينيراسيون دوكيمون كيقول لك كاستوميزيشن ديال التومبليت انه التومبليت ديالو هو كاستوميزيا ولا واحد التومبليت ديالو كاستوميزيا الوغ كو هادي واحد فيوتشرز اللي ما يمكنش انا نزيدها ك واحد الابديت في البروداكت انا ديما جو بريفير ان فاش نكون خدام على واحد البرودوي اللي كانت واحد فيوتشر اللي غدير ليا بيغ ريليز نخرج بها بروداكت جديد ما حطاش في البروداكت اللي انا خدام عليه دونك دونك في داك الميزان ولا في داك لا بريز ديسيزيون اللي تحطات لينا صافي لقينا كو لو بلو بينيفيك هو ندوز لحاجه اخرى صافي ما نقولوش اون تيو لو برودوي مي اون لو ترانسفير شي حتى اخر يكمل عليه يكمل عليه وانتم عندكم اشياء اخرى من جات كمل عليه هو من جات هاد لا ديسيزيون ديال انكم غادي تبيعوه شنو الحوايج اللي كانوا ولا الطرق اللي كان عندك بوسيبل انك ديرهم شنو الاحتمالات اللي كان ممكن دير فاش انك تبيع هذا نورمالمون كاينين ان ديزاين ديال لي بلاتفورم ديال لافون دي سوليسيون ديجيتال هادي سي با لا بروميير فوا اللي غنبيع سوليسيون دونك فايت بيع ابليكاسيون موبيل فايت بيع الساس الاولاني دونك سي مي سي لا بروميير فوا اللي كندوز من اكواير دونك نورمالمون كاينين بزاف لي بلاتفورم كاين فليبا كاين امباير فليبرز كاين اف اي انترناسيونال كاين ميكرو اكيزيشن ممكن بزاف لي بلاتفورم ديال لاكيزيسيون غير كل وحده ولا لا غروندور ديالها ولا المشاكل فيها ولا ماشي تنفيذات حيت كل وحده عندها لي نورم ديالها وكل وحده عندها واحد باغ اكزومبل لمشيتي الاف اي انترناسيونال كيطلبوا لك باغ اكزومبل تكون عندك واحد 50000 دولار في ريفوني انيويل باش تقدر تحطو عندهم دونك هما كيبيعوا واحد لي سوليسيون اللي كيمشيو من 200-300 دولار للفوق اوكي ما كيبيعوش لي سوليسيون صغار هكا دونك كل مثلا مشيتي لفليبا ولا راه تقدر تبيع سوليسيون حتى ب 100 دولار ولا 200 دولار دونك كل بلاتفورم وعندها واحد لي نورم ديال اللي كتطلبهم في ديك سوليسيون وعندها واحد لي كونديسيون ديالها دونك البروداكت هانت ما فيهش القضيه البروداكت هانت ما فيهش برودكت انت كتهضر برودكت سي انت كتهضر في الاق حنا دابا كنهضروا مزيان الاق برودكت سي الايرلي ستيج فاش يلا لونسيتي كتحط وما كتبيعش فيه هو كدير فيه اللانش ديالك باش كتلونسي البرودوي اترافير واحد لا كوميونيتي اوكي ما سمعت كاين واحد الفيشر اللي فيه انتغري ممكن انك منو تدوز البيع لا ما كاينش بحال الا كنت سمعت شي حاجه بحال هكا لا تقدر لك الا كانت غتكون تقدر تكون زعما الكومونيكاسيون ديريكت باغ اكزومبل كتدخل برودكشن كتلقى ليستين ديال البروداكت اللي كاينين في داك النهار ولا اللي كاينين في ديك لا سيمين
وكتمشي تكونتاكتي مولاها ديريكتومون. مثلا انا بار اكزومبل بزاف المرات في لي زابليكاسيون موبيل ولا كيجيك شي واحد كيهضر معاك في كيجيك في الميل كيعطيك اوفر بروبوزيسيون ديريكتومون في الميل. ماكاين لا بلاتفورم حتى شي حاجه. دونك هاد البرينسيب انا فيه درته في برودكشن فيت مشيت لقيت سوليسيون الى تلونسات وجي في ان بروبوزيسيون باش نشريها ونكمل عليها. دونك في البرودكشن تقدر تكون بروسيس بحال هكا كتخلى سوليسيون مثلا كتخرج لك كتكونتاكتي اترافير السيبور ديالو ولا كتقول لي جو انتريسي انني ناخذ هاد لا سوليسيون واش بوز انتريسي انا كتبيعها صافي كتكمل مع لا ديسكوسيون تما الا كان انتريسي. دونك هذيك مي كوم فيوتشر في برودكشن انتغري جو سي با. اوكي الو قبل ان نرجع بعجاله نرجع قبل نرجع للفاستوك والاكوايرت.com بغيت نسولك واش بالنسبه لك التجربه ديالك في البروداكت هاد واش كانت واحد التجربه اللي هي ايجابيه نفعتك او لا عادي حتيتي وما ما عندها حتى اضافه بالنسبه للمشروع ديالك فاستوك؟ انا نقدر نقول لك فاستوك كل ما كانش وقيله برودكت هاند ما زعما من لي بوين فور اللي خلاو انه يتباع واخا هو نقدر نسميه بري ريفينيو انه ما كانش فيه الريفينيو اللي كان فيه كامل ديال لايف تايم ديز. دونك ما عمرنا هو درنا فيه ماركتين ديال سوسكريبسيون ولا ديال المونثلي يوزرز كاع اليوزرز كاملين اللي كانوا فيه بايد كاملين دي يوزر لي لايف تايم واللي خديناهم مثلا اترافير دي كونطرا. دونك هو تقدر تكاتيجوريزي كوم واحد الساس كان في البري ريفينيو وتباع في البري ريفينيو حيت ما عمرو وصل انه يجينيري واحد كان في واحد جوج اليوزرز ولا ثلاثه ديال اللي كيجينيريو دي سبسكريبسيون مي ما عمرها دات عليه واحد ليفور باش يكون في ان واحد الام ار ار ولا واحد ار ار. دونك لو فيد انه بري ريفينيو من لي بوين فور اللي كنا مثلا كنديسكوتيو بهم سي كو انه الي تي ايلو لو ميور برودوي دو برودكتيفيتي في 2020 برودكشن دونك دون لو موند. دونك هادو هما لي بوين فور اللي كيخليو مثلا ديجا كتبدا بي ديسكوسيون فاش كتبغي تهضر مع واحد الانتربرونور ولا مع واحد الباير اللي غادي يشري من عندك. دونك سي شي حاجه اللي وديجا عطاه واحد تراكشن عطاه واحد الريفيوز عطاه واحد الفيدباك عطاه واحد اللي بانت في الاناليتيكس اللي بانت في الداتا اللي والانبوتس اللي خدينا. دونك ما يمكنش نقول لكم برودكشن ما عاونش برودكشن عاون بزاف صافي. الوغ نرجعوا للفازتوك والاكوارد.com. دابا صافي قررت انك غادي تبيعو اختاريتي اكوارد.com مشيتي حتى هذيك وغادي نحاول نشوفو معاك ان شاء الله المراحل اللي كيدوز منها المشروع في الاكوارمنت ديالو في فاش يتاكواير ولا فاش يتباع نحاولوا نتعرفوا على كل مرحله واش كاين فيها والمشاكل اللي تقدر تلقى فيها واش الواحد اش خصو كيفاش يهاندليها. الوغ منين كنحطو في الاول واش كاين شي حاجه خص الواحد يرد لها البال ملي كيتليستي يعني ملي كتجي تحطو واش كاين شي حاجه الواحد خصو يرد لها البال شي تفاصيل صغيره اللي ممكن تاثر على المشروع انه يتباع ولا لا؟ وحاجه اخرى سمح لي وحاجه اخرى هي اكوارد.com واش تفرض عليك شي دي كريتير باش انك تسجل عنده البروجي ديالك؟ نورمال اكوارد.com اون جينيرال ما عرفتش واش بدلوه دابا ولا مي كانوا كيطلبوا ان البرودوي يكون ديجا مجينيري واحد الغوفين باش تقدر تحطو عنده حيت ا دو فوا فاز دكتور فيزا مي فاش حطيت الغوفيني بالغوفيني ديال لايف تايم الى تي اكسبتي. دونك بالنسبه للبارتي الاولى اللي قلتي ديال شنو هما الحوايج مثلا اللي نقدر نرد منهم البال ولا زعما كلشي كاين في الداتا فاش كتكون تعمر داك الفورمولير ديال اكواير راه كيطلبوا لك واحد الداتا مثلا ديال شحال عندك اليوزرز شحال الفلوس كتدخل شحال علاش باغي تبيعو علاش شنو هما التكنولوجي تيكستاك باش خدام فوقاش الى ايتي فوندي ممكن شي حوايج بحال هكا. وزعما اي حاجه كتكتبها خاصك تحط راسك بلاصه داك الباير هو كيقراها مثلا اي داك الموتيف علاش انت باغي تبيع راه عنده واحد الامباكت على داك الباير حيت الا باغي تبيع مثلا حيت ما خدامش مقدرش تجيني في الريفينيو ولا ما خدامش ماشي هي بغيت تبيع حيت بغيت تخدم على حاجه اخرى ولا بغيت تفوكس على حاجه اخرى. دونك بسيكولوجيكمون كتبدل لا مانيير دو فوار لي شوز. مي عاوتاني فاش كتكون عول انك تبيع ولا ما مشكونش عول كاع تبيع كاينين شي حوايج بحال لورغانيزاسيون ديال لي دوكيمون بحال حيت ان سيغتان مومون كتحتاج دوك لي دوكيمون ترونسفيريهم ولا. دونك انا مثلا
في الصاص الاولاني ولا الموبايل اب اللي باش ولا كت كت كتبقى تقلب لي الدوسي ديال البي سي، الجرافيك هنا، سكرين شوت كاين هنا، فيديو ديال التيزر كاين هنايا، كتبدا تجمع في داكشي. ممكن دير واحد ليفور باش بحال كيكون عندك فولدر واحد فيه الاسيتس، فيه الجرافيكس، فيه كلشي ديال داك البرودوي، كتاخذو واجد كدوزو للسيد اللي شرا من عندك. دونك تما كيسهل عليك حتى ديك الديو ديليجنس، كيسهل عليك حتى ديك المهم اشي نهضروا فيه من وي اكزاكتوم في البروسيس. الوغ جو كرو في المرحله الاولى كيطلب منك واحد ليفاليسيون ديال الشركه، شحال كانت القيمه ديال الشركه اولا المبلغ اللي بغيتي تبيع به، ياك؟ وي الوغ وي بالنسبه للفاز دونك دونك نورمالمون هاد داك لو مونطون ولا داك الفالويشن كيدخلوا فيه بزاف ديال الكريتير، كيدخل فيه ما يمكنش تحط واحد الفورمول اكس ماتيماتيك وتقول هذه هي الفورمول اللي كتحط الفالويشن ديال اي حاجه، حيت كيدخل فيها ديال شحال لي شارج ديالها، شحال الريفوني ديالها، شحال الجروث مانت. وي دابا انا لا بالنسبه لك انت بالنسبه لفاز دوك اشنو هما اللي زانجيس ولا الحوايج اللي خديتي عين الاعتبار باش انك دير ليفالويشن ديالها؟ واش خديتي مثلا شحال دخلات، الوقت، الاسيت، اليوزرز، كيفاش انت قدرتي توصل لواحد الرقم؟ دونك باش وصلنا حنا لواحد الرقم في ستوك، سي اول حاجه واحد ساس بري ريفينيو. بري ريفينيو دونك ما نتبازاش الفورميل ديالي على الريفينيو اللي كيجيني لي. حنا نورمالمون الا كان في ريفينيو كتبدل لا فورميل، كتولي تحسب مثلا الريفينيو انيال ديالو، الملتيبل ديالو بارابور المونتلي جروث ديال ديك سوليسيون. مي بون انا ما كنتش كونسيرني بهاد لابارتي. دونك انا في لي بوين اللي غناخذهم اون كونسيدراسيون فاش بغينا ندير واحد الفالويشن، غادي ناخذ بار اكزومبل شنو هو الديري اللي خدا ليا مثلا في ديفلوبمون، شنو هو لي شارج اللي كاينين فيه، اشنو مثلا لي بوين فور اللي كانوا عندي انا، سي لا بوبولاريتي ولا لا نوتوريتي ديال فاستوك اللي والنيفو اللي وصل لي مثلا اترافير برودكت ساينس ولا اترافير بزاف لي بلاتفورم. دونك واحد سوليسيون اللي فاش كتدخل ليوتيوب ولا كتدخل لجوجل وكتلقى واحد الارتيكل كيهضر عليه وانت ماشي انت مول داك الارتيكل وما عندك حتى شي داخل داك الارتيكل، دونك راه وصلت واحد لا نوتوريتي ولا واحد لا بوبولاريتي اللي كون ميم لي امبورطونس. دونك هاد لي زيليمون هما اللي كيخليوك حيت نورمالمون فاش كتكون عندك سوليسيون بري ريفينيو اول بوين كتاخذو هو داك الكوست ديال ديفلوبمنت ديالها، شحال خدات لك، شحال لو جوغوم اللي كتحسب ليها، شحال الوقت خدات، شحال خدمتي عليها، شنو درتي فيها. هاد لي زيليمون كتسدهم كتزيد عليهم مثلا الا كانت عندها واحد نقدر نسميوها واحد البراند في الماركت اللي وصلتيها ليها ولا شي حاجه هكا. دونك هادو هما لي زيليمون اللي كتاخذ. المهم اللي خديت انا في واحد الصاص لي بري ريفينيو، حيت الا جيتي تقول مثلا بري ريفينيو باش تحسب الطريقه اللي كيتحسب فيها صاص بالريفينيو، اتميلتي بلي انت عندك 9 دولار ولا 20 دولار امري، اتميلتي بلي غتبيعو ب 100 دولار ولا ب 200 دولار. دونك الحساب ماشي هكا. دونك داك الحساب كي ميمكنش شي واحد يجي يقول لك هاد الفورميلا السوليسيون كتحسب بحال هكا. كاين واحد لا فورميل جينيرال اللي كتاخذ ليرلي ريفينيو كتميلتي بلي مثلا فوا 2 تال فوا 7 على حساب السوليسيون على حساب الجروث المونتلي جروث وهداك الشيء. مي كتبدل وكيتبدل مثلا غير الا كانت السوليسيون مصايبه بواحد لا تكنولوجي قديمه مثلا وما كاينينش لي ريسورس اللي غيديفلوبيوها، راه ماشي هي سوليسيون اللي مصايبه بواحد الحاجه اللي كاينين لي ديفلوبر ديالها في المارشي، ولا ماشي واحد سوليسيون ديال نو كود. مثلا انا اللي بغيت نشري سوليسيون لقيتها بالنو كود، انا نسوي بري انني نزيد فيها شويه الفلوس وما نشريهاش بالكود بار اكزومبل الا ما كنتش كنعرف نكودي. دونك كاين دي زيليو حيت نو كود غادي ترونسفيري ليا غنبدا خدام فيها واخا نكون انا ما عنديش، حيت ما نحتاجش ناخذ واحد الريسورس ديال ديفلوبمون ولا باش تخدم لي عليها. كاين مثلا لي شارج، حيت كاين سوليسيون مثلا اللي كتدخل فلوس ولكن لي شارج فيها طالعين. عندي مثلا واحد دو بيرسون سيبور، عندي واحد لي شارج سيرفور، عندي واحد لي شارج ديال الايميلين، عندي واحد لي شارج اكس و ايغريك. عاوتاني كاين لي ليمون ديال داك الترافيك اللي كيجي ليا منين كيجي بار اكزومبل. حنا مثلا فاز توك اونيتي كلاسي دوفون كانفا، دونك فاش كطابي جينيراسيون دوكيمون ولا كرياسيون دوكيمون كيطلع لك فاز توك، هذا كيطلع لك كانفا وثاني. دونك هذا واحد لي ليمون اللي حيت كان الترافيك كيجي كان كيجي من الاس اي او، حيت نورمالمون حنا اون ديبونسي 0 دولار في ماركتين، اون جامي في الماركتين، عمرنا درنا شي
ديبونسي يعني عليه من لي سيو حاجه ما خدمتوش عليه، ولا لي سيو هما اللي خدمتو لا عليه؟ لا الاسيو خدمنا عليه دونك اوكي، الاسيو خدمنا عليه مي سون ديبونسي يعني بلا ما دونك تشاو دوورز ولا والو، يعني خدمتو غير لا خدمنا عليه بالامبروفي ولا ابليكي. حاولنا نامبروفيوا حاولنا نخدموا على دي باك لينك على دي زارتيكل دونك هادشي هو خلى مثلا ان الفاريوريزاسيون ديالنا كنزيدوا فيها شويه بارابور لان الترافيك كيجي غاش وان كيجيك باغ اكزومبل واحد 10 لي زانسكريبسيون ولا 5 ل 15 لي زانسكريبسيون في النهار وكيجيك مثلا واحد 50 يوزر ولا 40 يوزر ولا نسميهم فيزيتور في النهار ماشي شي حاجه اللي ما سهلاش هذيك واحد الاسيت ما سهلاش سيرتو الا ما كنتو زيرو دولار في الماركتينغ، ما سهلاش بزاف كاين اللي كيحط فلوس في الماركتينغ وما كيوصلش لها الارقام. اكزاكتومون دونك هاد لي زيليمون كيخليوك مثلا كتاخذهم اون كونسيديراسيون وكتمشي تزيد بارابور يعني كتاخذ لي بوان فور كاملين اللي عندك ولي زانكونفينيون كاملين اللي عندك وكتشوف انت كواحد السيلر كتشوف انت واحد السيد اللي عارف هاد البرودوي وديجا انت كتكون ثاني راك في داك لوكا ديال انك بعتي باش دوز لحاجه اخرى ماشي بعتي باش واحد السوليسيون اللي كانت خدامه ليك وكلشي وبعتيها دونك هذا سي ان فاكتور ا بروندون كونسيديراسيون حيت بعتي سوليسيون خدامه وكتجينيري الانكام كتجينيري الريفينيو راه ماشي هي كتبيع سوليسيون اللي باش دوز حيت نورمالمون في لوكا مثلا هاد لوكا ديالنا حنايا هاد السوليسيون راه كاين مثلا اللي كياخذها كيدير ليها شات داون كيمشي سيبريمي من السيرفور سي بون كيدوز لحاجه اخرى دونك يقدر ما يبيع حتى حاجه غادي يدير لها شات داون حيدها صافي كيقول لك تفكيت من مشكل ولا مثلا ولا تفكيت من واحد الحاجه اللي كانت شاده ليا الوقت وشاده ليا لي فور وكيدوز لحاجه اخرى انا لا مثلا عندي واحد الحاجه حطيت فيها واحد الوقت ولا حطيت فيها واحد لي فور خصني ناخذ فيها اوموا لو مينيموم بوسيبل باش ندوز لحاجه اخرى دونك حيت هذيك كتبقى اسيت بحال شي واحد كيكون يبني واحد الدار مثلا وكيبنيها عوجه كاين اللي غادي يهدمها ويعاود يبني وحده اخرى ولا وكاين اللي يخليها هكاك عوجه ويبيع عوجه ناقصه في الثمن وي وي فهمت يعني درتي ايفور درتي واحد الوقت مشى عليك تكون مزيان انا الواحد يدير كمل شويه يزيد يخدم شويه باش يبيعو وكي تنقولوا راه واحد الماركت الكبير اللي سيرتو ساس دابا كلشي تيت اورينتا عليه كلشي بغى انه يخدم في الساس لانه واحد الموديل باللي موديل اللي ممكن انه يكون عندك فيه دي ربح وسيرتو باسيف انكم. المهم هادي هذا نقاش اخر ديكو نرجعوا لي ستيبس ديالنا نرجعوا للنقاط اللي دزتي منهم في المراحل ديال الاكوايرمنت في acquired.com الوغ المراحل نقدر نقولوا واحد شي تقريبا خمسه المراحل عندنا المرحله الاولى هي ديال ايفالياسيون ايفالويا انت كتيفالوي الفاير ياك انت كتدير ايفالويشن ديال الاولى الشركه كتحط نورمال ممكن دير كتاجوتي البروداكت ديالك في ميكرو اكواير ولا في اكواير هو نورمال فلو كنت سميتو ميكرو اكوير ابري فاش كي ابروفيو ليك كيبداو يجيوك البايرز نورمالمون عندك دو شوا في اكوير عندك دو شوا سوا كتابروفيهم اوتوماتيكمون سوا كتابروفيهم مانيوالمون دونك فاش كتابروفيهم اوتوماتيكمون حيت باغ اكزومبل حيت الموديل ديال اكوير كيفاش خدام كتحط انت ستارت اب ديالك ولا البروداكت ديالك داك الباير كيكونوا مخلصين واحد سوسكريبسيون انيال ديال 350 دولار عندهم ابورمون تماك دونك كيدخلوا كيشوفوا لي ستارت اب فاش كيكلي على واحد ستارت اب ما كيبانوش لي الداتا اللي حاط نتايا حتى كتعطي انت لوتوريزاسيون انه يشوف دونك فاش كيكون فاش كيعطي هو مثلا لانتيري ديالو انه باغي يشوف ديك الداتا كيقولوا لك انت مثلا هذا السيد راه باغي يشوف الداتا ديالك هي از ميبي انتريستد فاش كدير انت الاوكي كيعطيو واحد النون ديسكلوجر اغريمنت واحد الان دي كيسني باش انا ديك الداتا ما يخدمش بها في شي حاجه ابري فاش كيسني كتبان لي الداتا ديال كامله دونك هذه في المانيوال في الاوتوماتيك اي واحد جا هما كيصيفطوا لي الان دي اي كيسني كيافيشيو لي الداتا ما كيهضروش معاك انت ما كيقولوش كرا باغي ولا ما باغيش بار ديفو كيسني الان دي اي كيافيشيو لي الداتا دونك انا كدير اوتوماتيك دونك كيدخل الناس كيشوفوا دونك ابري فاش كيدخلوا داك البايرز كاين اللي كيشوفو كيخرج كاين اللي كيشوفو كيجي يهضر معاك مثلا كيسولك على شي حاجه مثلا ما بانتليش في الداتا ولا كيسولك شي كيستيون اللي ما دونك كيجي كيدخل معاك في الشات دونك في الـ في الـ في هذه ديال البارتي ديال ايفالويت بايرز ابري فاش مثلا كيبان كيكون واحد السيد انتريستد نيت ولا شي مرات مثلا كيخرج معاك التليجرام كيخرج معاك الفيديو كول
وصافي من تما كيبدا داك البروسيس كيتلونسا. دونك انت ديك الايفالييت باير انه كيجي يهضر معاك كتيفالي داك السيد واش باينه فيه انتريسيد ولا ابغي يسول بيه عرفت. دونك تما داكشي يسموه هما ايفالييت باير. اوكي ومن بعد ملي كتهضر مع الباير وكتكومينيكي معاه كتعطيه كاع المعلومات اللي بغا كيدير اوفر ياك كيدير اوفر وكتنيغوسي مع داك الاوفر كتشوف مع داك الاوفر اللي عطا موراها كيجينيري واحد ال او اي ليتر اوف انتنت بحال هذاك تسميها بحال في العقار بحال كومبروميد بونت وان ديك السيد راه از انتريستد بالسوفتوير ديالك بهذا البري دونك تماك فاش كيصيفط لك ديك ليتر اوف انتنت ان فوا كتسني انت وياه ما بقاش عندك الحق مثلا تنيغوسي مع الناس اخرين حيت دخلتي حيت دخلتي مع واحد السيد لي ابروفا لي اكسبتا انه يشري منك ولكن كتبقى البارتي ديال ديو ديليجنس المهم نهضروا عليها من بعد مي كيما قلت لك فاش كتيفالي البايرز وكتهضر معاه مثلا وكتشرح ليه شنو كدير اون جينيرال لي زانفورماسيون اللي بغا كيقدر يصيفط لك ليتر اوف انتنت باش كيصيفط لك ليتر اوف انتنت تما كدخل معاك دي تروك اوفيسيال انه هي از انتريستد وهي وانت يور سوفتوير ولا هي وانت تو باي يور سوفتوير بدل بري وديك ليتر اوف انتنت كيكون فيها واحد لي زاغريمون كيكون فيها واحد لي كلوز اللي كيبروتاجي انت وكيبروتاجي هو سورتو اترافير مثلا اكوان دونك ديك ليتر اوف انتنت ان فوا انت كتسنيها كتولي طالع كتولي في اكوير ما كتبقاش ستارت اب ديالك عند الناس لو دروا انهم يكليكيو عليها كتولي طالع اندر اوفر. اوكي دونك صافي تما كتبدا مع الديو ديليجنس وفي هذه المرحله اللي من قبل بدا ما نختاروا الباير واش كاين شي بون براتيك يعني واش نتسناو او لا الا جاونا واحد عجبنا ناخذوه او لا بيز على التجربه ديالك واش كاين شي حاجه اللي تقدر تنصح بها الناس اللي يكونوا في هذه المرحله الاولى ديال تيجيهم باير وكيهضروا معاهم قبل يدوزوا للمرحله الاخرى ديال الاخرى. المهم انا كنهضروا على اكوير حيت لا ننصحك برا ننصحك برا بوحده ولا ننصحك في اكوير بوحده. مثلا في اكوير فاش كيجي عندك الباير كيكون البروفيل ديالو كاين كيحطوا لك لينكدين ديالو كيحطوا لك لي ستارت اب اللي شرا كيحطوا لك شحال الفلوس مبلوكي في ميكرو اكوير اللي حاطه مثلا باش انفيستيها في دي برودكت. دونك باغ اكزومبل انا الباير اللي جا عندي عنده لا كاباسيتي دانفيستيسمون مثلا من 10000 دولار حتى 1 مليون دولار اللي نطلع ليا. دونك فاش دخلت البروفيل ديالو لقيت كو ستان انفستور انتربرونور اللي انفيستي مثلا في ديجا شرا 25 برودكت في ميكرو اكوير. دونك تما كتشوف داك لا كريديبيليتي ديالو حيت باغ اكزومبل شحال مره مثلا كيدخل شي واحد كتدخل فاش كتدخل البروفيل ديالو ممكن كتلقى شي باكستاني ولا كتلقى مشاري ما فيهش حتى شي حاجه كتلقى ما بلوكي حتى حاجه كتلقى مام شي مرات ماشي كاع حتى فيريفيد من اكوير. دونك كيدخل مثلا كيشوف بحالنا حنايا مثلا راه شي مرات كتاخذ الاي دي اي من اكوير كتدخل كتشوف لي بروداكت كتشوف شحال محطوطين شحال كيجينيريو مثلا الفلوس كتقول مثلا هاد الاي دي بيتيتر راه فاليديا وتقدر تمشي تخدم عليها كديفلوبر وي يعني كتاخذو حتى كواحد الانبوت اللي كتاخذ منه كواحد السورس اللي كتاخذ منه دي زينبوت باش تمشي تصايب واحد السوفتوير اللي كيصلح اللي كيحل واحد المشكل. دونك كاينين بزاف اللي بحال هكا خدامين دونك ما كاين واحد البروفيل ديال الباير كتشوف فيه شنو فيه تشرا شحال شرا لينكدين ديالو شي مرات كتدخل لينكدين كتشوف لا كريديبيليتي ديال داك السيد حتى لا مانيير مثلا فاش كيجي يهضر معاك ولا باغ اكزومبل انا السيد اللي جا دخل معايا الكونفرساسيون دخل مشينا للتيليجرام فاش مشينا للتيليجرام و دخل ليا تيم دخل ليا لوير دخل ليا فاينانشال ادفايزر دخل ليا تيك ديفلوبر هو ما كيدير والو راه كيقول لهم مثلا التيك ديفلوبر شوف معاه اللوير شوف معاه الليتر اوف انتنت الفاينانشال ادفايزر شوف معاه الريفينيوز اللي عنده ولا لي شارج اللي عنده ولا. دونك دخل ليا واحد التيم ديال واحد خمسه لي بيرسون اللي هما اللي كيتشيكيو معايا فاش دخل مثلا الديفلوبر ديالو دخل مثلا دير معايا التشيكين ديال الكود سورس كيفاش خدام لا ماجوريتي ديال الاسبيكت سوفتوير هادشي غادي ولا شي جو كوال ديو ديليجنس في كاين هادشي هنا دخلني معاهم قبل ديو ديليجنس ولكن فاش صافي ديو ديليجنس عاد بديت كنشوف مع كل واحد. دونك في البارتي الاولى فاش سنينا ليتر اوف انتنت تماك دخلت معاهم
مشينا تيليجرام، كملنا البروسيس تيليجرام. اوكي في الاول كنا واخدين الكونفرساسيون في اكوار. اوكي مستمعينا الكرام، الى اللقاء في حلقه قادمه.